مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من الفاست بول. حلقه اليوم غادي نخصوها الموضوع المنتخب الوطني المغربي لكره القدم، وضيفنا هو اللاعب الدولي السابق محمد مديحي. سي محمد مرحبا بك معنا. شكرا اخت نهاد، تحيه ليك وكل تحيه لكل متابعي الفاست بول. مرحبا بك معنا وشكرا على تلبيه دعوتي محمد. مرحبا اختي. سي محمد، شفنا البارح المنتخب الوطني فوز كاسح في مباراتين مع افريقيا الوسطى، بغيت نعرف خلاصاتك وتقييمك لاداء المنتخب الوطني في هذه المباراتين. اولا قبل كل شيء مبروك للمنتخب الوطني، مبروك كذلك الوليد، لان مؤخرا كان شويه ديال كثره القيل والقال على الوليد، الكل تيعرف هذا الشيء. بالنسبه للصعيب مقابلتين في ظرف تقريبا 4 أيام، تلعب مع نفس المنافس، تنظن بأن يمكن نتكلموا على المقابلة الثانية اللي كان فيها شيئا ما واحد نصف ساعة الأولى اللي ما كانش المنتخب في هذاك المستوى اللي كنا باغيين، ولكن على العموم جوج مقابلات سجلت 9 أهداف وما تسجل عليك حتى هدف، فتنظن بأن هاد الإحصائيات هادو كلهم تيبينوا على أن المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض. شفنا إدماج بعض اللاعبين اللي مثلا ديال سيرتو الشامبيونة، اللي جوج اللاعبين اللي كانوا أساسيين سيرتو في الدفاع كان حركاس وكان كذلك بالعمري، المنادات على حارس فريق المغرب الفاسي، ومن بعد يعني المنادات من بعد نتمنوا الشفاء الحارس بونو، كان المنادات كذلك على مهدي. تنظن بان كاينين اشياء جد جد ايجابيه في المنتخب الوطني كذلك. سي مديحي، في الكلام ديالك تكلمتي على لاعبي البطوله، بعد المردود الجيد اللي قدموه اللاعبين ديال البطوله، واش نتوقعوا ان الثقه ديال الناخب الوطني غادي تزاد اكثر في اللاعبين ديال البطوله المحليه، وغادي نشوفوا اسماء اكثر في المنتخب للفتره القادمه؟ هو كان دائما يعني لا شك كان بعض الجماهير المغربيه ولا كذلك الصحافه الوطنيه دائما كانت تتردد ببعض الاسماء اللي بصراحه يعني تقريبا واحد النسبه كبيره، يعني نتكلموا على مثلا حريمات، ولا نتكلموا على زحزوح فريق من فريق الجيش الملكي. بكل صراحه هادو لاعبين اللي برهنوا على انهم حتى هما كان بعض الاوقات كانوا حتى هما يكونوا في اللائحه سير الاوليه ولا اللائحه النهائيه. هاد الاداء اللي قدموا هاد اللاعبين اكيد بان غادي يشجع اللاعبين ديال البطوله، وكذلك غيعطي الوليد باش عاود مثلا يشوف بعض الاماكن. انا تنظر المشكل اللي كاين في المنتخب هو مشكل في الدفاع، اما بالنسبه لخط الهجوم تنظن بان عندنا لاعبين اللي في المستوى تيلعبوا على اعلى مستوى. الا شفنا البارح مثلا غير اللاعبين اللي دخلوا احتياطيين، فاي منتخب عربي ولا افريقي تنظن بان غادي يكونوا عنده اساسيين اسماء وازنه. شفنا اخو ماش اللي الاحتياطي، شفنا كذلك اللاعب اللي كاين في ليفركوزن، فتنظن بان كاين الحمد لله في سيرتو في لاليانداطا كاينين اللاعبين اللي على مستوى الكعبي اللي شفناه مثلا المقابله الاولى الرسمي والمقابله الثانيه تعطات لا شونس للنصيري لاعاده الثقه. هذو اشياء اللي ايجابيه. سي مديحي، حيت سولتك على اختيارات وليد الركراكي بصفه عامه، كيفاش كتشوفها لحد الان؟ هو ما كاينش يعني ما كاينش اختلاف كبير بكل صراحه، وسيرتو ملي تيكون مثلا النتيجه والاداء ما كاينش اختلاف. تقريبا الى نتكلموا على 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 الدفاع، اللي كاين من بعض الاسماء اللي تتردد تنقول شكون اللي يقدر يكون معني في اكرد، واش عبقار، واش يكون حركات، واش يكون لاعب اخر، ولا اللاعب اللي تنادت عليه اول مره المنتخب الوطني اللي السن ديالو باقي صغير. فهادو تقريبا هنا فين كاين النقاش ما بين مثلا الصحافه ولا المتبعين ديال الكره الوطنيه. اما بالنسبه في الهجوم فتنظن بان تقريبا اسماء اللي وازنه تتلعب على اعلى مستوى. يعني تنقول الا كان ان شاء الله الرجوع ديال سيرتو دياز
ابراهيم دياز اللي غيعطي اضافه كبيره. شفنا مثلا اللاعب مشى لي الاسم ديال اللي سجل جوج ديال الاهداف، الياس بن صغير. الياس بن صغير اللي هاد جوج مقابلات دابا تيلعب، شفنا الاداء ديالو مثلا في تشامبيونز ليغ مع برشلونه، تنظن بان اعطى مؤشرات ولو انه لعب في مركز اللي ماشي ديالو. كان مقنع، كان الاداء ديالو جيد، سجل جوج ديال الاهداف. هادو اشياء اللي كما وليد تكلم بان ما كاينش دياز لقى حل من الحلول، فتنظن بانه هو الياس في هذاك المكان. وفعلا كيف قلتي هذوك الاهداف اللي سجلها البارح في المباراه كانت نقطه تحول. تمام. كانت نقطه تحول في المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي امس. عندك الحق اخت نواد، لان تكلمنا على نصف الساعه الاولى ما كانتش يعني كانت ماشي في هذاك الشيء اللي المستوى اللي كنا تنتسناو، ولكن من بعد التسجيل ديال الهدف، لان كون كانت مشات المقابله مثلا بريمير ميطون 0-0 اكيد بان افريقيا الوسطى غادي تاخذ الثقه، غيدخل الشك، غادي اللاعبين حتى هما المنتخب المغربي يدخلهم الشك. ولكن يعني كما تنقول حل الشفره ديال اللاعبين ديال منتخب افريقيا الوسطى. فبغض النظر على الهدف اللي سجل ولا الهدف الثاني، فتنظن الاداء ديالو كان جيد. دائما كانوا تيعطي حلول للاعبين ديال الوسط، تيمرر تمريرات اللي في العمق وكذلك على الاطراف، فتنظن بان سيرتو في هذاك المكان حل من الحلول للوالد الركراكي. اذا سولتك على لاعب رجاء يوسف بالعمر فين تقدر تقول لي يا سيدي يحيى؟ هو بصراحه يعني الكل برهن والكل يعني تكلم على يوسف العمري بان اضافه قويه للمنتخب، سيرتو في هذاك المكان، لان منذ زمن طويل مثلا نتكلموا على ايامات المريس والحضريوي وكذلك بدر القادوري قاسمي، كانوا لاعبين اللي في هذاك المكان اللي كانوا، فتنظن بان اخرهم كان عطيه الله، فتنظن بان لان كان عندنا في هذاك البوست كان عندنا حلول ترقيعيه، كنجيبوا مزراوي اريار دروه اللي تنحطوه اريار غوش، فتنظن بان يوسف العمري اعطى مؤشرات على انه يستحق هذاك المكان، هذيك الثقه اللي عطاه وليد. فكان دائما الصعود ديالو ديك الزياده العدديه في لاليان داتاك، تنظن بان قدم مقابله، وتنظن بان شخصيا انا هذا رايي ولا الزم باحد، فتنظن بانه هو اصبح من الاختيارات الاوليه للوليد الركراكي. فعلا لانه بين كاينه بلاصتو في المنتخب. جمال حركاس. جمال حركاس فاذا نتكلموا مثل يوسف العمري، اول المقابلات ديالو، اول المنادات ديالو للمنتخب الوطني، كنا تنقولوا بان من حسن حظه غادي يلعب في المدينه ديالو اللي وجده. للاسف الطريقه اللي تعامل معاه انا بين قوسين بعض الجماهير اللي يعني ندوب العاميه بان حشومه، لان هذاك لاعب راه شفنا كيفاش نيف اكرد كانت رده الفعل ديالو مع الجماهير اللي ما عجبوش الحال، ولو ان تيلعب تقريبا معاه، لان هذا لاعب ديال المنتخب الوطني، الا كان واحد النهار مع الرجاء ومارك على مولوديه وجده، فتيحمل قميص الرجاء غيدافع على الرجاء، دابا تيحمل قميص الوداد غيدافع على قميص الوداد. فتنظن بان هاد السلوكات ما كانتش تكون، لان ما تقريبا الاغلبيه على ان هذاك التصرف ما كانش في محله. انا كنا تنتمناو بان ابن وجده كان خصو تعطاه واحد يعني واحد التشجيع والترحيب كذلك، لان تيمثل المنطقه الشرقيه، ولكن للاسف. اما بالنسبه للاداء ديالو الا دوينا على التصرفات كلهم، ورغم ذلك لان اللاعب ملي تياخذ الكره تبدا تصفار عليه، تنظن بان كان ضغط كبير وتا نفسانيا الله يكون في العون، ولكن رغم ذلك فتنظن بان ولو ان كانوا بعض مثلا كما تنقولوا لي ديشي ولا لي موفيز باس، ولكن بالنسبه لي انا قدم مقابله اللي مقبوله، وهو
في ظل غياب تقريبا هذاك المكان بالضبط، لان عندنا مشكل في قلب الدفاع المنتخب الوطني. يعني نتمنوا بحال هاد التصرفات من بعض الجماهير ما تكررش مباريات اخرى. شو هو كنا مثلا الى باقي الذكرى الاخت نواد، فكان المنتخب تيلعب في مدينه الدار البيضاء مثلا في ملعب محمد الخامس ولا في الرباط، وكانوا لاعبين مثلا ديال الوداد ولا ديال الرجاء تيلعبوا مع المنتخب، وحنا عشنا هاد الشيء. ورغم ان تيكون كما تنقولوا الغريمين ما بين الوداد والرجاء، ولكن كان الجماهير البيضاويه ولا المغربيه تتشجع جميع اللاعبين. ما كانش لا هذا راه تيلعب في الوداد لا هذا تيلعب في الرجاء، هذا الشيء ما كناش نشوفوه في يعني حتى في مدينه الدار البيضاء ولا الرباط، فشفناه في مدينه وجده. انا تنقول بعض الجماهير خاصها تراجع، لان كنا فرحنا شفنا الطريقه اللي تم الترحيب بها ديال المنتخب الوطني الناس ديال الشرق عامه، فكان واحد الترحاب كبير، كان واحد الاستقبال كبير. فبمثل هذا السلوك انا كنت تنتمنى ما يكونش، ولكن نتمنى ان شاء الله الى تعاود لعب مثلا المنتخب في اي مدينه فيكون تشجيع، لان هادو لاعبين تيمثلوا المنتخب الوطني الرايه المغربيه، ونتمنوا للجميع التوفيق ان شاء الله. سي مديحي، شفتي البارح ريكراي في التصريحات ديالهم بعد المباراه قال انا فخور بما قدمه اللاعبين ديالي في المباراه، ولكن قال اننا مازال بحاجه الى مزيد من العمل. في نظرك شنو هما الحوايج اللي مازال خصهم يخدموا المنتخب الوطني؟ والوالدي لا، التصريح ديالو تيبين الاحترافيه ديالو اول شيء، لان عارف افريقيا الوسطى ماشي من المنتخبات الكبيره، لان مازال ما واجهناش مثلا السنغال، ما واجهناش كوت ديفوار، نيجيريا، كذلك المنتخب المصري، فهذو منتخبات اللي ما غتلقاش مثلا غتلقى المساءات ولا غتلقى ولا مثلا من الفريق افريقيا الوسطى، منتخب افريقيا الوسطى ملي كان تيمشي بالهجمات المرتده اللاعبين اللي كانوا تيمشيو ماشي هما اللاعبين مثلا مثل صلاح ولا ماني في السنغال، ولا مثلا بعض اللاعبين اللي ديال سواء نيجيريا، ولا هادو لاعبين اللي تيلعبوا على مستوى الا خديتي لهم مساحه يعني درتي غلطه صغيره غتأدي عليها. فهذا هو اللي تكلم، لان والدي تيعرف اشنو كما تنقولوا تيعرف اش تيدير، خص تواجه لانه كاين ضغط عاوتاني، لان غتلعب في البلد ديالك والكل اجمع لان كاس افريقيا خصو يبقى في المغرب، فهذا ضغط كبير على والد هذا الشيء باش دائما تينبه اللاعبين. وهذا الدور ديالو. ونعاود باش نرجع للسؤال ديالك الاول اخت نواد، فاي مدرب وهذه من هو اللي تيحمي اللاعبين ديالو، ولو انه يكون مثلا المستوى ديالو شيئا ما ضعيف ولا ما كانش في الطوب ديالو، اكيد بان خصو دائما كما تنقولوا حنا يهز بهذاك اللاعب ديالو ويقول له حنا مازال خصنا نخدموا مازال. بياسر سي مديحي، بعد ما شفناه في مباريات ديال امس، واش كتشوف ان اسود الاطلس يتجهزون كما يجب لكان المغرب؟ كيف قلتي حنا غنلعبوا في بلادنا وغادي يكون علينا ضغط، واش كتشوف ان المنتخب كيتجهز بالطريقه الصحيحه لهذا الحدث القارب؟ اختي الى تبعت مثلا شفتي المركز ديال محمد السادس، يعني شيء خيالي، مركز عالمي، فتنظن بان المنتخبات العالميه تقريبا وما عندهمش هذوك التجهيزات اللي عند المنتخب الوطني، كل الظروف متاحه، فلا من ناحيه العشب اهم شيء، لا من ناحيه ديال الفندق، لا من ناحيه ديال الاكل، هذو اشياء، ما كذلك ستاف ميديكال، فتنظن هادو هما الاشياء اللي تيبغي. كشفنا الملاعب اللي تيلعب فيها دابا المنتخب المغربي على اعلى مستوى، هادو اشياء هما اللي تيبغي اي لاعب، فتنظن بان كل الظروف موجوده متاحه متوفره، تنظن بان ما على هاد اللاعبين هادو، لان كاينين بعض اللاعبين اللي جاوا مثلا تيلعبوا في مستويات عاليه وفرق عالميه ونبهروا بمركز محمد السادس مدربين عالميين، فتنظن بان من هذه الناحيه انا تنظن بان الامور كلها مزيانه. تيبقى ان شاء الله انا اللي تنقول يبقاو هاد اللاعبين يكونوا واجدين 100% وما تكونش عندنا اصابه، سيرتو اللاعبين اللي مؤثرين، الا نتكلموا على دياز، الا نتكلموا على بونو، حكيمي، وناحي وناحي اللي يعني كسر هذيك المعادله ديال مخا ما تلعبش، الا ما تلعبش في فرقتك ما تلعبش في منتخب،
الا شفنا بان ما كانش يلعب وكان وليد عنده الصح وكان عنده الحق، لان لاعب اللي ورقه رابحه وفي وسط الميدان ديال المنتخب الوطني كيبين انه كيستحق الثقه اللي كيعطيها ليه وليد، لان تبارك الله الاداء ديالو الطريقة باش تيلعب يعني تيعطي واحد الثقة كبيرة للاعبين في وسط الميدان، وكما تنقولوا حنا باللغة ديال الكرة لاعب اللي ما تيتخباش، فدائما تيعطي حلول للاعبين الوسط ولا لاعبين الدفاع، وهادو اشياء هذه اشياء اللي مزيانة للمنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله. سي مديحي كنشكرك على الحضور ديالك معنا، شكرا لكل ما قدمتي لنا في حلقة اليوم. شكرا اختي نهاد، وتحية لك وتحية لكل طاقم التقني. وكنت سعيدة بالاستضافة ديالك سي مديحي. مرحبا اختي نهاد. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء في عدد جديد.